ان الاطباء والمتخصصون يحذرون من الاجهزه الالكترونيه في ايد الاطفال، وبيتكلموا عن امراض يمكن ان تصيبهم جميعا. طبعا احنا التكنولوجيا لا تستطيع انك تخاصم الواقع وتنفصل عن التكنولوجيا، لكن احنا الحقيقه بنستخدمها استخداما سيئا مدمرا لاحوالنا الصحيه والنفسيه، يعني من كثرة الاستخدام. طب مع الأطفال، دي تحذيرات في غاية الأهمية، أتمنى إن كل عائلة تنتبه إليها. مع تعدد الوسائل الإلكترونية وتطورها، لم يعد التلفزيون وحده مصدر قلق الآباء على أبنائهم، فمع الآيباد وأجهزة المحمول المتطورة لم يعد الأطفال يمرحون ويتحدثون ويتناقشون كما كان الأمر في السابق، الأمر الذي نبه المختصين إلى حقيقة مهمة، أن لتلك الأجهزة تأثيرا مباشرا على تأخر النطق والانخراط الاجتماعي، وربما وصل الأمر إلى إصابة الطفل بالتوحد. طبعا التكنولوجيا بتحتل يعني مساحة كبيرة قوي من حياتنا اليومية، فطبعا بدأت أديله الآيباد علشان يبدأ يعني يتلهي فيهم أو يبص لحاجة تشغله فيبدأ يأكل معايا. فطبعا بعد لما وصلنا لسنة وثمان شهور بدأت ألاحظ إن أنا لما بناديه مش بيرد عليا. التوحد ده بيكون اضطراب نمائي عام بيشمل كل جوانب شخصية الطفل، ففي الحالة دي بنلاقي الطفل بيتأخر في التواصل اللفظي وغير اللفظي والتواصل الاجتماعي. طبعا أنا كأم شايفين هو قاعد هادي ما بيعمليش دوشة، فسايباه بقى مستمتعة بالحياة اللي أنا عايشاها. لحد ما وصلنا 3 سنين و9 شهور اكتشفت إن إبراهيم لسه واقف عند 4 جمل، 4 كلمات، ماما بابا مام بو ايه ده. بدات اعرض بقى على دكتور ان احنا نروح للدكتور ونشوف هو هل عندنا مشكله، هل عندنا سمات اللي بدات تظهر دي، هل دي طبيعيه ولا دي مش طبيعيه. ظهر مؤخرا عدد كبير جدا 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 من الاطفال اللي عندهم سمات توحد كتير. انا بالنسبه لي الطفل يا اما توحد يا اما مش توحد. فعلا مش بيتكلم، هو متاخر قوي في الكلام، بلس ان التابلت اللي كان معايا طبعا كان مؤثر جدا على حركته، كانت حركته زايده جدا. وكمان ما كانش بيركز، يعني اللي هو ممكن تديله اوردر عقبال بقى ما ينفذه ياخد وقت كبير. اخته كانت موجوده على طول ماسكه الايباد، اخته طبعا شايفها وموبايل، فابتدى هو كمان يشبط وعايز يمسكه زيها وعايز يتعامل معاه. فانا كنت بصراحه بستسلم، يعني بحاول ان انا برده ما ازعلوش، ما بحاولش ان انا افرق بينه وبين اخته. فطبعا الموضوع ده اثر عليه واخر معانا شويه في العلاج. كان بالنسبه لي الموضوع اسهل، التكنولوجيا بيلاقي حاجه قدامه بتشده، فيها الوان، فيها اغاني، فيها موسيقى، فحاجه بتشد انتباهه اكتر. الايباد انا شايفه ان هو سلاح ذو حدين، ان هو ماشي اوكي بيطورنا في حاجات، بس في نفس الوقت فعلا بيأثر علينا في حاجات. الطفل من سنتين لسن 6 سنوات دي افضل مرحله للتدخل، وطالما هي افضل مرحله للتدخل يبقى لازم نمنع السكرينز تماما فيها، لان بتنمو حاجه اسمها الناقلات العصبيه في المخ في الفتره دي. وطالما هي افضل فتره للتدخل في عمر الطفل يبقى ما ينفعش ان الطفل الفتره اللي المفروض ينمو فيها اجتماعيا ولغويا ومعرفيا وادراكيا ان انا اسيبه ينعزل تماما او ينعزل مع السكرينز او اي حاجه، لا لازم يبقى معايا في كل حاجه. احنا شخصيا الكبار بقينا فعلا مش قادرين نعبر عن مشاعرنا او احاسيسنا بسبب ان احنا بقينا بنستخدم حاجات معينه للتعبير عنها، زي الايموشنز اللي موجوده مثلا في الفيسبوك، او وش بيضحك وش زعلان. الواحد دلوقتي حتى هو شخصيا ككبير مش بيعرف يعبر عن نفسه. الطفل ده مش ملكيه خاصه، مش ملك الام لوحدها، الطفل ده ملك المجتمع، ملك المدرسه اللي بيدخل فيها، ملك النادي اللي بيدخل فيه، ملك المؤسسه التعليميه اللي بينتمي اليها. فبالتالي كل هيئه اجتماعيه في المجتمع من حقها تستقبل طفل سوي وطبيعي وما عندوش اي مشكلات. وبناء عليه اقول رساله لكل ام انه بليز اول 6 سنين هي اهم 6 سنين في عمر الطفل، هي كل التواصل الاجتماعي، كل الاهتمام، وكل البعد عن السكرينز او الشاشات. قضية في غاية الأهمية، كل واحد أكيد حاسس إنها مشكلته، لأنه يعني أولاده
ولادنا مخطوفين مننا بالتكنولوجيا وبالوش، وشهم دائما في الايباد او في التليفون. فشوفوا التأثيرات الصحية والنفسية السلبية. وطبعا زي ما سمعتوا في يعني الطفل بيتشبث بده على اعتبار انه بتنوع له الحياة الوان ومزيكا ولعب، وبيلاقي حياته في ده. لكن تأثيراتها بقى الصحية والنفسية في غاية السوء. يعني أتمنى أن العائلات كمان تهتم بهذا التحقيق المهم جدا. يعني هطلع فاصل.